المالديفز بقى نحن رحنا هلا على وجهه اللي هي ممكن تروح مثلا تاخذ جناح ب مثلا 2000 درهم 3000 وممكن توصل ل 50000 دولار. واو. المالديفز هي غاليه جدا، ولا تنسوا دائما انه المالديفز بالذات هي فيها 23% ضرائب. هاي الضرائب بسبب عدة شغلات، اولا انه هي ما عندها ما بتصنع شيء، فبالتالي هي بتستورد كل شيء، وبنفس الوقت ما في مي حلوه، فدائما المالديفز بتدفعك ثمن كل شيء. لا تنسوا 23% تعملوا حسابها اذا رايحين على المالديفز اللي هي فيها اجمل واحلى دايفنج بالعالم، يعني انت بتقدر تعمل احلى غطس وتشوف احلى ثروه سمكيه ومرجانيه بالعالم كله، ما في احلى منها ابدا. والسباحه حتى مع القرش آمنة. بس بدك تضيف هالنسبة من الضرائب على كل شيء، يعني على أي رحلة بحرية. وعمال حسابك يا شهر العسل اللي طالعين شهر العسل، إنه إذا بدك تروح على المالديفز مثلا بدك تاخذ الطياره، الطياره الداخليه من المطار الى الجزر. الى الجزر ما معك غير 20 كيلو، واذا بدك تروح بالقارب ما معك غير 25 كيلو، فما تاخذ شنط كثير وتقولوا نحن عرسان ما بتقدر. يعني تسافر. في النهايه لازم العرسان يجلسوا مع بعض بالضبط ويجلسوا ويفكروا ايش يختاروا وايش الوجهه المناسبه لهم.